بمناسبة اليوم دخول مدرسي قررت نروح للابتدائية اللي قريت فيها وكبرت فيها، راح ندير لهم زيارة خفيفة إن شاء الله. هذه الابتدائية اللي قريت فيها كي كنت صغير، نشفى روحي كنت قاعد في البلاصة هذه. نعم كي ندير صف هنا كنت نقرا في القسم هذا يعني. هذا هو أول قسم يعني قريت فيه، هي شرف نعاود نزور قسم وتحت ترميمة. البداية اللي قريت فيها وكان اسمها عمر مزياني، كان لي فيها ذكريات جميلة جميلة جدا، وإن شاء الله يحلفني الحظ ونحكيها لكم إن شاء الله. هيا تهلاو معكم في الميل. الحمد لله أني خرجت من الابتدائية هذه وراني في الجامعة قريب نكمل، وإن شاء الله ليكم نجاح كامل إن شاء الله بإذن الله.